الفيديو نتاع اليوم باش نرجعوا لطارق ذياب ونشوفوا شنو رايه في ماتش الروتور نتاع الترجي والوداد، وباش نسمعوا مزاد الرساله اللي وجهها للجماهير نتاع الفريقين بعد الاحداث اللي صارت في الالي والبركاج اللي تعرض له بعض من جمهور الترجي، وباش نسمعوا مزاد رايه في الخطه اللي لعب بها طارق ثابت في الالي ضد الوداد البيضاوي. لكن قبل ذا كل ما تنساوش عادك اللايك، واللي مش مشترك في القناة وقيت باش يشترك، نشير الفيديو ونمشي لطارق ذياب نسمعوش باش يقول حول ماتش الرتور بتاع الترجي والوداد. نشوف بالنسبة لي أنا المدربين الترجي مالو على الترجي، أنا راهو ما ثماش في كرة القدم فريق خارج أرض الوطن تلعب فريق طريقة لعب وفي تونس تلعب بطريقة ما تقدرش، مستحيل مستحيل في كرة القدم. شوف الفرق الكبيرة الكل صعبها أكثر على اللاعبين، أه؟ صعبها أكثر على اللاعبين، ما تنجمش تصنع فريق يدافع خارج لما يلعب خارج الملعب خارج الديار وتلعب في تونس فريق يهاجم، هذه مستحيل. وين شفت هذه؟ بنفس العناصر بنفس العناصر بنفس العناصر ممكن تغير، ولكن اليوم شفنا مثلا اللاعب الغش يعني معناتها يعمل 60 و70 متر، شفنا بوغيرا يعمل في السيزون بعد نطلبوا منه باش يلعب الهجوم ويسجل، ما ثماش فريق هكا، ما ثماش فريق كبير. شوف مثلا الاهلي خسرت اليوم، لكن تلعب طريقة تمشي الهجوم، صن داونز لما تلعب في تونس ولا تلعب في مصر يمشيوا الهجوم يلعبوا الهجوم، ما تنجمش تبني فريق البرا وفريق للداخل، فريق خارج تونس مش معقوله مش موجوده. الفرق الكبيره في العالم الكل سواء الافريقيه او العربيه او الاوروبيه او الاسيويه، لما تشوف الهلال يلعب معاه تقول يلعب بطريقه هذيك طريقه اللعب، احنا الترجي كان هكا نلعبه، نلعبوا الطريقة هذه، عندنا فريق نعرفوا نسافروا نعرفوا نهاجموا في وقت ما، صحيح ندافعوا لكن عندنا إمكانية باش نهاجموا. دعني نناقشك في نفس الفكرة، فضل. كان عندك الأدوات اللي أنت كنت قادر بها تفرض أسلوبك على المنافسين، كان في عندكم أسماء وجودة لاعبين جودة عالية جدا، معك. في فترة ما أنت ما عندكش هذه الأدوات، أوكي. فأنت مضطر أنك أنت تستقبل اللاعب وتدافع. الوداد لما باش تجي لتونس كيف تلعب؟ باش تغير الفريق وتلعب بالطريقه دي؟ الوداد باش يلعب بنفس الطريقه اللي يلعب اليوم، الرجاء لما تجي، ولهذا اليوم انت تلعب بثلاثه مهاجمين. ايه ثلاثه مهاجمين اذا ما توظفهمش تعبهم بدنيا 90 دقيقه، هم ارجع دافع ارجع دافع 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 دافع، طبيعي انه المنظومه الدفاعيه ممتازه، لكن لازم تعطيهم زاد امكانيات وتعطيهم الظروف تهيئ لهم الظروف حسب امكانياته. انت عندك اللاعبين جيدين اليوم، اللاعب الجزائري عجبني اليوم، لاعب ممتاز امكانياته كبيره، بوغيرا يزيد يتحسن، المهاجم الاسمراني ممكن تقاف في الشوط الثاني لما شال هجوم افضل، شاهدنا الوهابي، الوهابي لما حط حب يمشي لما كنا منازلين مشى كان قبل يسجل، ولهذا عندنا بن علي لما مجهود يدخل كبير غايه الوهابي اليوم، عندنا بن علي لما يدخل مدافع الايمن وعندنا بن حميده، لكن الظروف تهيئ لهم الظروف سواء في تونس او خارج تونس. فوالا دونك كيما ريتو تحسوا متغشش شوي على الطريقه الدفاعيه اللي لعب بها طارق ثابت في الالي. بون ايغالمون طارق وجه رساله للجماهير تاع الفريقين للزوز، سورتو بعد الاحداث اللي صارت في المغرب، وقالوا انه ما يلزم الزوز ادارات نتاع زوز فرق يكونوا قدوة باش الجماهير تتبعهم وتتصرف بطريقة طريقة محبة وصداقة، خاطر هذاك في مالما الهدف من الرياض مش العرك والخصام. نسمعوا طارق شقال والرسالة اللي واجه. بالنسبة لي أنا أهم شيء إن شاء الله متخرج من إطارها الرياضي، لأن هذه مباراة كرة قدم مش نهاية العالم. الوداد والترجي باش يلعبوا مع بعضهم 50 40 60 سنة ضد بعضهم، لأنه فرق كبيرة وأفضل من أفضل الفرق في أفريقيا، مش مازالوا باش يقابلوا بعض، لأن بعض التصريحات مش في صالح كرة القدم مش صالح الفريقين. ولهذا أعتقد إن شاء الله دور في كان في الروح الرياضية، وأعتقد أن جمهور الترجي
بالنسبة لي أنا صحيح تعرض بعض معناتها المشاكل إن شاء الله معناتها، لأن بالنسبة لي أنا كل جمهور فيه الجيد وفيه السيء، ولهذا أعتقد أن جمهور الوداد جمهور كبير، جمهور نحبوه، جمهور دائما يعطي المثل في إفريقيا سواء الوداد أو الرجاء، وإحنا كتوانسة دائما وراء المنتخب المغربي في كأس العالم، وراء تنظيم كأس العالم، إحنا فرحنا كثير أن المغرب دخلت على تنظيم كأس العالم باش يكون وراها، ولهذا إن شاء الله المباراة هذه ما تفرقناش، بالعكس زيد قربنا، وهذا دور المسؤولين من جهتين من الترجي والوداد أنه يقربوا من بعضهم، لما يقربوا لبعضهم المسؤولين الجماهير تقرب لبعضها، لأن يعني اليوم نحس أن فما شوية مشاكل بين جمهور الترجي وجمهور الوداد، مسؤولين الترجي خلاص المباريات الأخرى 2019 ننساوها، نبنيه مستقبل جديد، نبنيه مستقبل جديد. اليوم الهوني كان عنا في الترجي، اليوم يلعب ضدنا صحيح. بالعكس ما عندناش مشكل، بالعكس، وهذا اليوم احنا عن احنا كتوانسة بالنسبة لنا احنا المغرب، انا كتونسي وكلاعب قديم لعبت في المغرب 30-40 مرة، نلعب كاني في تونس ما عندناش مشاكل، بالعكس لما يشاهدوا لاعب كبير واللي يحبوه واللي معروف بالله هو ما يلعبوا في تونس، احنا تيمومي جاء ولاعبين كبار وعزيز جاء وكريمو جاء لعبوا في تونس ما عندناش مشاكل، ولهذا ان شاء الله المسؤولين الاثنين من الجمعيات يقربوا لبعضهم، يقربوا لبعضهم، يقربوا لبعضهم، شنو هو انه يكونوا قراب، الترجي تستقبل مسؤولين الوداد والوداد يستقبلوا يعملوا حتى غداء او عشاء مع بعضهم، وبطبيعة الحال يحاولوا يقربوا الجماهير، لأن مباراة كرة القدم ما ثم ثأر في كرة القدم، ضد أنا كلام ثأر وكلام كبير، ثم ثأر في كرة القدم، باهي اليوم ثأر وبكرة باش يلعبوا ضد بعضهم شنو؟ وليوا قتلوا، لا بالعكس احنا مباراة كرة القدم ما نعطيوهاش أكثر من ما نخرجوهاش من إطارها 90 دقيقة وخلاص. وحقيقة دكتور طارق رسالة نبيلة من حضرتك، وشيء من ما تهلا يستغرب، شيء يذكر فيشكر، بارك الله فيك على هذه الرسالة اللي نحتاجها، اللي نحتاج نقرب أكثر من بعض، هذا هو مش ناقصين احنا تفرقة وتوتر وفتنة. أنا عزيز إخوات ما عندناش مشاكل، هو يحب الوداد ونحب الترجي ما عندناش مشاكل، أنا 90 دقيقة اللي يلعب أفضل، احنا المغرب في كاس العالم كلنا كنا وراه، اليوم المغرب باش ننظم كاس العالم كلنا لازم نكون وراه المغرب، العالم العربي الكل، لان بصراحه المشاكل حاليا في مشاكل اكبر من كره القدم، مش محتاجه، مش محتاجه صحيح، في مشاكل اكبر من كره القدم، العالم العربي والاسلامي يمر بفتره صعبه جدا. طارق كما كان بالون دور سابقا في اللعب وفي الكوره، هو بالون دور في الاخلاق وفي الروح الرياضيه. في الاخر دونك نسمعوا شنو رايو في الخطه اللي لعب بها طارق ثابت. احنا الكلام اللي سمعناه في اول فيديو يوضح وانه ما عجبوش الاسلوب الدفاعي اللي لعب به طارق ثابت في البريمير ميتو، خاطر احنا فينالمون رينا ليسبيرونس في الدوزيام ميتو في اخر تروح بعد ما ماركت الوداد البونتو نتاعها، ليسبيرونس هبطت وشكلت خطوره كبيره على الوداد وكانت قادره باش تعدل الماتش، يعني ورت اللي عندها قدرات هجوميه، واللعب بخطه دفاعيه وتطيح البلوك اللوطه برشا، يعني وخر به برشا، تعب برشا جوالات في يمشي يجا دونك ما ينجموش يقعدوا حتى لي كونتر اتاك، ما كانوش باش يلقوا رواحهم في لي كونتر اتاك في الدوبي دو ماتش، لكن وقت اللي قدم البلوك ولا يلعب وياخذ الانيسياتيف ورا اللي عنده قدرات كبيره وقادر باش يماركي. نسمعوا دونك كما قلت طارق رايو في الطريقة اللي لعب بها طارق ثابت في الأهلي، لأن في تاريخ الترجي الرياضي التونسي، تاريخ الترجي الرياضي التونسي أنه ما يلعبش بالطريقة هذه، طريقة دفاعية بحتة وننتظره الترجي في تاريخه أنه يمشي للفرق المنافسة ويحاول أنه يفرض أسلوبه ويحاول أنه يلقى الحلول، لأن اليوم شنو هي مشكلة الترجي؟ أنا أولا عندك الوهابي وأقبلوا لاعبين شباب وأول مرة يلعب أساسي، شنو نطلب منه؟ ورغم أنا بالنسبة لي أنا الوهابي قدم مباراة بطولية، اللعبة دي في الدفاع في الهجوم كاد أن يسجل، جاته فرصة كان مش سجلها، لو لعبوا الكل من الوهابي كان ممكن نفوزوا. عندك الأطراف ما يصعدوش، بوشنيبة واللاعب سهيل اتقى اليوم خارج الخدمة، المهاجم رودريغيز شاهده إلا في الكرة الرأسية، جبقالك غشة واللاعب بوغر، يعني الترجي
صحيح ان الشوط الاول لعب بطريقه دفاعيه، لكن انا بالنسبه لي انا ما نجمش نلوم على الترجي هذا، لانه جل اللاعبين صغار واول مره يلعبوا مش متعودين بالمباراه هذه. لكن بالنسبه لي انا طارق لازم يحسن الفريق. وين يحسن الفريق؟ انا ما عادش نلعبوا 90 دقيقة لو ما سجلناش هدفكم ممكن نبقاو على الشوط الأول. وقتاش خرجنا ما سجلنا؟ لماذا ما خرجناش من الأول؟ عندنا إمكانية باش نخرجوا باش نلعبوا، فهمت؟ من ناحية الهجومية لازم نلعبوا أكثر، لازم نخلقوا أكثر الخصم، ما نخليوش الخصم هو اللي معناتها يهاجمنا. شاهدنا فريق الوداد فريق يعرف يلعب كورة وفريق خطير. اليوم احنا لعبنا بتسعة مدافعين في تونس، شو نعملوا؟ شو لازمنا نهاجموا؟ مش خليهم مساحات؟ هذا فريق خطير في المساحات، هذا فريق خطير لانه يعرف يلعب كوره، عنده لاعبين جيدين يخرجوا الكوره بامتياز، ما ثماش كرات طويله، عشان الكرات القصيره بين الدفاع وسط الميدان تمشي على الجهه اليمنى تمشي على الجهه اليسرى، بعد فتره يلعبوها في ظهر المدافعين، رغم ان دفاعنا اليوم يلعب تقريب امام الحارس، يعني صعب انك تخترق مع المستوى اللي قدمه الوهابي وقبلوا يغطيوا محور الدفاع. لكن بالنسبه من الناحيه الهجوميه الترجي مع المدربين الكل اللي جاوا في السنوات الاخيره صعوبات كبيره، لان ما نلعبوش، لان ما نفكروش في الهجوم، نفكروا دائما نحاولوا ان نخرج خفض الاضرار، انا 1-0 0-0 ونحاولوا في بعض الفترات نهاجموا ونسجل. اليوم عندك الامكانيه تلعب، عندك الامكانيه تفرض اسلوبك على الخصم، عندك الادوات اللي يخدم بها المدرب، لكن لازم نصبر، لان اليوم طارق ثابت سيناريو واحد، لكن لازم نصبر نستقبل اللاعب ونلعب على المرتده، لان غشه شاهناه غشه غشه لاعب جيد جدا، لاعب عنده امكانيات كبيره، لو نحطوه في طريقة لعب اليوم مقلق لأي دفاع. اليوم شاهدناه طوال 90 دقيقة مع لعب 70 دقيقة يمشي للدفاع يعمل 40 50 متر وبعد يعاود بطبيعة الحال باش يلعب كيف كيف، زاد في الشوط الأول وحتى في الشوط الثاني يرجع باش يدافع ومن بعد يهاجم. لو نختاروا طريقة لعب أن الفريق يلعب متقدم شوية يحاول أنه المهاجمين يلعبوا أقرب لبعضهم الخطوط الثانية متقارب، عندنا إمكانية. لعبنا ربع ساعة 15 دقيقة وصل عديد المرات إلى المرمى وسددنا على المرمى وكنا باش نسجلوا، ولهذا عندنا. لكن أنا بالنسبة لي لازم نصبر، لأن في لاعبين أول مرة يلعب. اليوم السهيلي عنده 7 مباريات ما لعبش، بوشنيبة ليس باللاعب اللي عنده إمكانيات باش يهاجم. ترجعني للنقطة الأولى اللي تكلمنا فيها قبل بداية الاستوديو اللي هي قدرك أنت الترجي، صعب أن يصبر عليك الجمهور أو الإدارة على أي مدرب. لما يكون فريق جيد ولاعبين جيدين نصبر عليهم، وقتاش ما نصبرش؟ لما تنتدب اللاعب نعرفوا اللي ما عندوش مستقبل، لكن اللاعبين هذوما عندهم مستقبل، لازم نصبر عليهم اكثر. بالنسبه لي انا مثلا اللاعب اللي دخل كيبو سوي عجبني كثير اليوم اللاعب هذا، لما دخل في بوادر يمس الكره اكثر، حضر اكثر، سحب المدافعين، خرج اللاعبين وسط الميدان في عديد المناسبات، يمشيوا للمهاجمين للهجوم، ولهذا لاعب عمره 19 سنه، لكن لازم نصبروا. طيب ليش نتصرف؟ لازم نصبروا. فوالا دونك ان شاء الله ان شاء الله الاسبيرونس كما عملت في طرح مازمبي تعدي طرح كبير في الروتور، واكيد راهو المفتاح هو ربع ساعة الأولى، كان ماركينا في ربع ساعة الأولى بحول الله نتعدي، ما نصعبوش الماتش على رواحنا، ما نخليوش الوقت يتعدى والنتيجة 0-0 وردوا بينا بالطبيعة من لي كونتر أتاك نتاع الوداد، خاطر فريق قوي في لي كونتر أتاك، دفاعه ماهوش بك القوة الكبيرة، يعني دفاعه برونابل راهو يبقى خطورته في التحولات، يعني لي كونتر أتاك اختير ياسر فيهم، لك علاش يلزم طارق ثابت يرد بالو في النقطة هذه. في الأخر دعائنا الناس كل فلسطين إن شاء الله ربي ينصرهم، قضيتهم ما تنساش، معاناتهم ما ننساوهاش، إن شاء الله ربي يخفف عليهم، إن شاء الله ربي ينصرهم، وإن شاء الله العباد اللي عندها القدرة باش تعاونهم تفيق على روحها وتعاونهم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. إلى اللقاء.